مخاوف العالم، مش يهرب منه من مخاوف العنف والعقاب. بيتي يكون واخد فيه كل حقوقه وقيمته متصانة ومتحافظ عليها في كل مراحل عمره. إن بالرغم من مطالب الطفل البسيطة في الحياة، إلا إن الحاجات البسيطة دي وجودها أساسي وما ينفعش نتهاون فيه، وتوفيرها هي مسؤولية علينا كلنا. إن التعليم هو الأساس وهو اللي باقي، وهو اللي قادر يقوم جيل كامل متميز في كل المجالات. إن عمرنا ما هنكون اتكلمنا كفاية عن حقوق البنت وقد إيه مهم إننا نحميها ونمكنها ونديها كل الفرص الممكنة. والأهم من كل ده إننا ما نسمحش لحد يتعدى على كرامتها وجسمها بأي شكل من الأشكال. وأخيرا، إن على قد ما السوشيال ميديا قادرة إنها توصل الرسائل لملايين، وإن تأثيرها لما يكون بشكل إيجابي حقيقي بيعمل فرق كبير، على قد ما إن مفيش حاجة في الدنيا بتوصف إحساسي لما بنزل بيوت الأطفال ومدارسهم وأتكلم معاهم عن اللي بيوجعهم قبل اللي بيبسطهم، وأشوف الشغل اللي بيتنفذ على الأرض، لأن هو ده الأساس. طول عمري بقول إن الفن بمختلف أشكاله هو اللي بيحيينا، وهو اللي بيهون علينا لحظات ممكن يكون صعب نعديها. وزي ما شغلي في الفن بيديني طاقة وقوة، زي ما شغلي في يونيسف بيحسسني بفخر ومسؤولية بتمنى كل يوم إني أفضل قدها لسنين كتير قدام. وفي مناسبة زي دي أحب أشكر أهلي على إنهم ربوني بطريقة إيجابية، وعلى إنهم هم اللي زرعوا فيا حب الخير. And I would also like to thank each and every person and entity who is helping UNICEF in reaching every child in Egypt. شكرا لكم وشكرا يونيسف، وشكرا لكل شخص ولكل جهة بتساعد يونيسف إنها توصل لكل طفل في مصر. شكرا.